أهلا بكم. بعد عدة أشهر من التحقيقات والاستماع لشهود، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مليليا المحتلة حكمها أخيرا في القضية التي يتابع فيها موظف بالمقبرة الإسلامية والمتهم بالاعتداء الجنسي على 4 فتيات. وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن المحكمة اعتبرت أنه لا توجد لحدود الساعة دلائل قوية تشير إلى ارتكاب جرائم جنسية في حق المدعيات الثلاث. أما بالنسبة للمشتكية الرابعة، فإن هيئة الحكم رأت أن علاقتها الجنسية مع المتهم داخل غرفة بمسجد المقبرة كانت رداءية وباتفاق الطرفين، وبالتالي غياب جرم الاعتداء، وهو الشيء الذي أكدته عدة تسجيلات صوتية دارت بين المتهم والمشتكية تداولته بعض المجموعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلها تقرر حفظ القضية مبدئيا. وقد أثارت هذه القضية سابقا جدلا واسعا في صفوف المغاربة المقيمين بمليليا المحتلة لما تحتله من أفعال مخالفة للأعراف والقيم الإسلامية، وبالذات كون مسرح وقوع الأحداث المفترضة وهما المقبرة والمسجد، مما خلف حالة من الاستياء. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.